تشكل المدافعة عن البيئة ومرشحة الحزب الاشتراكي البرازيلي مارينا سيلفا تهديدا جديا للرئيسة المنتهية ولايتها ديلما روسيف. مارينا سيلفا تتمتع بحضور قوي وشعبية كبيرة، وهي حلت محل إدواردو كامبوس الذي لقي مصرعه خلال تحطم طائرة في شهر آب لهذا العام. ويمكن أن تفوز سيلفا في الدورة الثانية حسب استطلاعات الرأي، والتي رأت أنها قد أبلت بلاء حسنا خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعتها بالرئيسة المنتهية ولايتها ديلما روسيف. ما يدري، قد تكون سيلفا قادرة على مساعدة الفقراء، ولكن لست أدري كيف ستتصرف حين تكون في السلطة. لست أدري. لقد أظهرت المترشحتان خلال المناظرة الأهداف والبرامج المسطرة، ولمسنا تباينا بين المترشحتين. فوز مارينا سيلفا من شأنه أن ينهي حكم 20 عاما من السلطة سيطر عليه حزب العمال في البرازيل.